بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اهلا وسهلا ابنائي الاعزاء في هذا الدرس الجديد واللي كيتعلق لينا طبعا بالدرس ديال من الدوره الثانيه الدرس الاول اللي هو طبعا عندنا هنا المغرب قيام الدوله الادريسيه وانتشار الاسلام في المغرب طبعا المرجع هو الجريده الاجتماعيات القسم الخامس الهدف أتعرف ظروف تأسيس الدولة الإدريسية بالمغرب وإمتدادها وأدرس إحدى مدنها ومعالمها. نعم أمهد لتعلمي دخل الإسلام وانتشر في المغرب وتمكن الأدارسة أواخر القرن الثاني طبعا للهجرة 171 177 هجرة هجرية من إقامة أول دولة إسلامية طبعا عاصمتها فاس التي أنشئ بها جامع القرويين. ما ظروف تأسيس الدولة الإدريسية كيف كان امتدادها الجغرافي كيف كانت مدينة فاس في عهد الأدارسة كيف أدرس جامع القرويين غنمشيو دابا الآن النشاط الأول لكي يظهر على أتعرف ظروف تأسيس الدولة الإدريسية بالمغرب وامتدادها طبعا الجغرافي إذا هذا الخط الزمني مهم بزاف تيوضح لنا طبعا مبايعة إدريس الأول كانت سنة 172 هجرية مرحلة التأسيس بعد وفاته سنة ميه وسبعة كانت تولية إدريس الثاني سنة ميه وسبعة كان التوطيد والإمتداد وأخيرا طبعا الضعف أي دولة كتمر من مرحلة التأسيس ثم التوطيد والإمتداد ثم الضعف يعني الضعف بعد وفاة إدريس الثاني سنة 212 هجرية سنقرأ النص ظروف تأسيس <applause> إن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن عبد الله بن أبي طالب رضي الله عنه فر من وقعة فخ إلى المغرب سنة 163 هجرية موافق ل 786 ميلادية واستوطن وليلي ثم نزل على إسحاق بن عبد الحميد زعيم قبائل الأورابة سنة 172 هجرية 788 ميلادية فقدمه قبائل البربر الأمازيغ وأطاعوه نعم وأطاعوه هذا النص الاول النص الثاني كان وكان اول من بايعه قبائل أوربا بايعوه بالاماره والقيام بامرهم وصلواتهم وغزوهم واحكامهم ثم اتته قبائل بربرة الامازيغ من اهل المغرب فبايعوه ودخلوا في طاعته ده طبعا قرأوا النص اكثر من مره بعدها يقول إن اقرا النصين ثم استخلص من النص طبعا الوثيقه اثنان نسب المولى ادريس بن وظروف وصوله للمغرب. اذا النسب ديالو طبعا سنرى الاجابه انه ينتسب الى ال البيت لعلي بن يعني ابي طبعا من ال البيت. وسنرى ظروف وصولها كاين هنا ولكن عندنا مكتوبه فر من وقعة فخ سنشرح ذلك. استخرج من النص وثيقه ثلاثه اسم القبيله التي استقبلته وشروط بيعتهم دونك القبيله كاين قبيله أوربا وقبائل بربر سنرى الاجابه هنا. إذا نسب نسب المولى إدريس ينتسب إلى علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أنه ينتسب إلى آل البيت ظروف وصوله إلى المغرب أنه فر من وقعة فخ معركة دارت سنة هاي مهمة معركة فخ هي دارت سنة 169 هجرية الموافق 786 بين الدولة العباسية العباسيين والعلويين جعلت إدريس الأول طبعا بن عبد الله يلجأ إلى المغرب فر إلى المغرب إذا من الوثيقة رقم ثلاثة سنستخلص القبائل التي بايعت سنستخلص من النص القبائل التي بايعت اسم القبائل التي بايعت هنا قبائل أوروبا سأضع في علبة في الشرح ديالها ثم قبائل البربر والشروط بيعتهم كانت طبعا القيام بامرهم بصلواتهم غزوات غزواتهم واحكامهم يعني تسيير امورهم الدينيه والدنيويه تسيير باختصار تسيير امورهم الدينيه والدنيويه غنشوفوا هذا النشاط الثاني الامتداد الجغرافي سارع المولى ادريس الاول الى انفاذ اولى حملاته التي انتهت بالسيطره على حاضره شاله وأصبح يهدد مجموع الإمارة البرغواطية واخترق جبال فازاز الأطلس وبلاد تادلا في اتجاه تلمسان ولا تقل أهمية الحملات التي أنفذها إدريس الأصغر لنفس المناطق عن سابقتها وقد ساهم ذلك في انفتاح المسالك انطلاقا من حاضرة الأدارسة اللي هي فاس التي غدت بمثابة القطب الذي تجتمع عنده المسالك من كل أنحاء العالم اقرا النص جيدا اكثر من مره او أعيدوا قراءته اكثر من مره سنرى هنا المفتاح هو اللي كيوضح لنا مزيان المفتاح المناطق المفتوحه في عهد مولاي ادريس الاول هاي هي اللون والاخضر المناطق المفتوحه في عهد مولاي ادريس الثاني تما هذه اماره عربيه مستقله في الشمال اماره برغواطيه واماره بني مدرار واهم المراكز التجاريه اللي كانت سنرى ديال ادريس الاول هذا اللون هذا هاي دي الادريس الاول عندنا ريف تازا تلمسان فاس وليلي تادلا وهذا دي الشيء ديال ادريس ثاني وهذه مستقله هذه الادريس الثاني وهذه اماره برغوطه اذا سنرى الاسئله عندنا هنا تيقول اقرا النص واعد الخريطه طبعا استخرج من النص الرابع العمليه التي تقام بها ادريس الاول ثم طبعا نعم اذا عندنا العمل القام بادريس الاول عندنا في النص اللي قرينا قبيله أه سنرى الاجابه اذا من الوثيقه العمليات التي قام بها ادريس الاول بعد طبعا بيعاته وانفاذ اولى حملاته التي انتهت بالسيطره على حاضره شالا ثم اخترق جبال فازاز اللي هي الاطلس وبلاد تادلا هذا حسب النص في اتجاه تلمسان طبعا سنعبي هذا الجدول من الوثيقه 4 و5 عندنا ادريس الاول المناطق والمدن التي دمرها عندنا في الخريطه فاس وليلي تازه تلمسان تادلا الريف وادريس الثاني المناطق التي دمرها اضافه الاطلس المتوسط الاطلس كبير اغمات نفيس سوس اقصى وطبعا كان الهدف هو انفتاح المسالك يعني اتصال بحري وتجاري يكون او بمعنى التحكم في منافي التجاره التحكم في منافي التجاره وتوسيع دولته ونشر الاسلام هذا هدف مشترك بين ادريس الاول اللي هو كان التاسيس وادريس الثاني اللي كان توطيد طبعا نجح وتمكن من الفتوحات لتاسيس وتوطيد الدوله الادريسيه من وراء هذا سنرى اصف مدينه مغربيه فعل الادارسه اللي هي مدينه فاس سنقرا النص جمعت مدينة فاس بين عذوبة الماء واعتداء الهواء وطيب التربة وحسن الثمرة وسعة المحرة وقرب المحطب وكثرة عدده وشجره وبها بساتين ورياد مورقة وعيون منهمرة وانهار متدفقة واشجار ملتفة سنرى الان تصميم مدينه فاس في الادارسه لاحظوا هنا عندنا جامع القراوين وهذه العدوه الثانيه هي اثنان وهذا جامع الاندلسي العدوه الاولى وهادو ابواب هنا باب حل من الحديد باب كيزا وسنرى هذا الباب مثلا هو هذا باب حلح. ثم هذه اللي عندنا هذا جامع القراوين ها هي وهكذا هذا هو السور اه هنا هذا باب الجيدة ثم هنا عندنا طبعا باب الحمراء هو وكذلك باب فتوح المعروف هذا ثم هنا جامع الاندلسيين اذا من خلال النص وهذا سنرى قال اقرا النصين والاحظ الخريطه والصور ثم اجيب النص الثاني مدينه فاس مدينتان متفرقتان مصورتان بينهما نهر وارحاء وقناطر وعلى بابي طبعا الرجل ريحه وبستان بانواع التمر وجداول الماء تخترق داره وبالمدينه ازيد من 30 300 روحا وفيها نحو 20 حماما نعم استخلص العوامل التي دفعت ادريس الثاني الى اختيار مدينه فاس شكون خ... لماذا ما هي العوامل التي دفعته الى اختيار مدينه فاس اسمي قسمي مدينه فاس وأصف كل قسم على حدة وأخيرا أستنتج دلالة وجود عشرين حمام المدينة أستنتج أهمية فاس فعل أدارسة انطلاقا من النص النصين إذا العوامل التي دفعت إدريس الثاني حسب النص لاختيار موقع مدينة فاس هو عذوبة المياه رأينا في النص اعتدال الهواء طيب التربة حسن طبعا التمرة وسعة المحرات قرب المحطب كثرة عدده وشجره بساتين رياض مورقة بمعنى مجموع هنا باختصار الهواء والمياه وكذلك التربه والنباتات قسمي مدينه فاتحه حسب التصميم عن العدوه الاولى بناها ادريس الاول تسمى بعدوه الاندلسيين بها جامع الاندلسيين عنده ست ابواب والعدوه الثانيه بناها ادريس الثاني تسمى عدوه القرويين بها جامع القرويين طبعا لها خمسه ابواب إذا طبعا أستنتج دلالة وجود 20 حماما بالمدينة، المدينة طبعا باعتبارها حضارية كثرت العمارة يعني فيها البنايات كثيرة، كثرت فيها العمارة البناء والتشييد. وأهمية مدينة فاس في عهد أن عاصمة الدولة الإدريسية، مركز إشعاع ديني والعلمي لكافة البلاد، وكانت أصبحت مركز طرق تجارية، يعني الشمال والشرق والغرب والجنوب. اخيرا النشاط رقم ثلاثة ادرس مع أثرية ادريسية اللي هي جامع القرويين لاحظوا التصميم هنايا عندنا هنا قاعة للصلاة عندنا هنا مدرسة هنا الصحن هنا النافورة هنا الخزانة هنا المحراب هنا مدرسة الصفارين هنا قاعة للصلاة هي هذه هذه هي هي قاعة للصلاة ثم النص بنيت جامعة القرويين بفاس سنة 245 هجرية الموافق ل 30 يونيو 258 ميلادية وكان المسجد الذي بنته فاطمة الفهرية أربعة بلاطات وصحنا صغيرا وبنيت فيه صومعة غير مرتفعة إذا ها الصحنة هو اللي تيكون وسط ساحة وسط المسجد أقرأ الوثائق واستعين بالبطاقة لإدرس المعلمة طبعا عندنا الأبواب 17 البلاطات 7 الأقواس 12 في كل بلاط اذا باش نديرو مع الدراسه معلومه تاريخيه لابد من تحديد الموقع تجميع معلومات مختلفه وصف المرافق ومواد البناء اذا موقع اين مدينه من خلال التصميم تاريخ البناء المؤسس الوظيفة السابقة والوظيفة الحالية ثم الشكل العام والمرافق التي تكون منها الزخرفة والتجهيزات ها الجواب ديال اذا آه عندنا تحديد الموقع هي مدينه فاس تاريخ البناء 255 من خلال النص 45 هجريه الموافق 30 يونيو 1953 المؤسس فاطمه الفهريه الوظيفه السابقه كانت للصلاه والدروس العلميه حيث تعتبر آه اقدم جامعه في العالم الوظيفه الحاليه دراسه التعليم العالي المرافق اللي تكون منها قاعه للصلاه قلنا المحراب عندنا الشيء في الصحن الزخرفة لها طبقات برونزية واسعة. ثم عندنا الصومعة والنافورة والخزانة. إذا هذه هي المكونات ديالها. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحصة هذه. وحصة هذاك ديال قوم متعلمي سأضعها في علبة الوصف إلى اللقاء.